ابذل المعروف. ابذل نعم. المعروف صنايع المعروف تقي مصارع السوء. تقي مصارع السوء. ابو عبد الله بسالك سؤال بيني وبينك. سم يا سلام. ولا حد يسمعنا. لا سيف. ما حد سامع ابد مره. خلوها مخفيه مكتومه. الله يسعدك. في اسئله كثيره دائما يقولون اسال ابو عبد الله فعلا هل عندنا يعني في دولتنا المباركه هذه في المملكه العربيه السعوديه اماكن تضاهي الاماكن اللي انتم تزورونها كرحاله وك يعني مستكشفي جبال بحكم خبرتك انت زرت اللي هنا وزرت اللي هناك؟ نعم نعم بحمد الله عندنا اكثر باذن الله. نعم بلادنا بحمد الله فيها كنوز ما شاء الله مغموره. اللهم لك الحمد. وتضاهي الاماكن العالميه. اللهم لك الحمد. انا ما ودي اقول انا واعوذ بالله من كلمه انا زرت مجموعه كبيره جدا من البلاد في اوروبا وفي اسيا وفي افريقيا والى اخره. فلذلك حينما اتحدث عن خبره عن معرفة. نعم تجارة. في عندنا كنوز سياحيه بس للاسف من هذا المقام هنا اعتب على الاعلام عامه. اعلامنا مقصر في هذه الناحيه. وعلى هيئة السياحة أيضا التي لم تتبنى مثل هذه الأماكن الغريبة. الأماكن الله أكبر. عندنا في مثلا عطنا مثلا مثال بسيط جدا ويمكن كلكم تعرفونه. عندنا كنوز النفوذ الرمال الذهبية. الله الله. هذه جلسة عليها على ما يقول المصريين ترد الروح. وما من خلال خبرتي حضرت مجموعة كبيرة من الأوروبيين حتى. ما هو أنا اللي حضرتهم حضرها ناس آخرين بس أنا كنت مشارك. فاستمتعوا أيما استمتع ونقلوا هذه الصورة إلى بلادهم. بل إن بعضهم كان يتصل على اللي نظموا له الرحلة السابقة يقول هو يقول نبغى رحلة ثانية. ودونا. إيه ودونا. هي طبعا للطعوس. اي طبعا هي دعوه ما هي كانت بفلوس. يعني زي ما تقول ضيف مضبوط. فمع هذا ما يستحي انه يقول ودونا. بل بعضهم يقول ان ماي وايف اللي هي زوجتي مصره اصرار تام انها تشوف هالمناظر هذه اللي شافتها بالفيديو وكذا كذا. عندنا في بلادنا وين ما تروح الخيرات الواجب وين ما تروح. ان رحت للجنوب خيال شيء يعني خيال فعلا. وإن رحت للشمال وإن رحت عندنا أيضا تنوع التضاريس. عندنا البحار والجبال والوديان والرمال والكنوز الأثرية خزائن الأرض كلها. نعم. يا أخوي عندنا الحمد لله. تبغى تهيئة من المسؤولين اللي هم عن هذا الموضوع. ولا بلادنا غنية ولو استغلت لأصبحت من أولى دول العالم في السياحة. لا نعم. ماشي والحمد لله لأنها فيها تنوع. وين ما فيها تغير صح فيها تنوع. أنت ممكن تجي للرياض وتطلع من هنا للقصيم وتطلع الحائل وتطلع للشمال من هناك الجوف وعرعر تنتقل إلى الجنوب. في اختلاف ما هو معقول. صحيح. يعني احنا كان رحلتنا الأخيرة كانت إلى منطقة جيزان المتنوعة. سبحان الله. ونفس المنطقة متنوعة. هي متنوعة جبال وأودية وسهول وبحار. صح. يعني تنتقل صح. أنت في منطقة واحدة صغيرة يعني جزء من المملكة إلى عدة وكلها مبهرة وكلها يعني غريبة. لذا من هذا المقام أدعو الإعلاميين عموما ووسائل الإعلام والمسؤولين عن السياحة الاهتمام بهذا الجانب. وأنا كتبت عن هذا الموضوع منذ حتى بتحديدا ب 1402 ما شاء الله. ذهبت بنفسي بسياره على لوحدي من وكتبت عنها من الزلفي الى ابها. الى ابها ورجعت لحالك. نعم ورجعت من ابها نزلت على جيزان على محايل الليث على نفس الطريق وصورت وكتبت في ذلك الوقت ودعوت هذا الكلام. وللاسف ما زلت اكرر هذا الكلام. ارجو من الله العلي القدير للمسؤولين التوفيق في مكان الاهتمام. في مكان يا ابو